الحمد لله. انت عارف الماتشات دي بتبقى فيها صعوبه شويه، والكابتن يعني طلع تنبه عليهم كتير. بفضل الله يمكن الجون اللي في اول دقيقه يعني سهل المباراه شويه، لكن طبعا ماتشات الكاس ماتشات صعبه وما لهاش كبير يعني، والحمد لله على المكسب يعني الحمد لله. وجوناسون كان بيلعب في مكانه الطبيعي بس بياخد بعض التكليفات يعني اللي ما بتتغير شويه. والحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نلعب على يعني عارفين الفرقه بتقول فرقه محترمه، وانا عارف الكابتن كان عارف ان هم هينزلوا يلعبوا على يعني زون ديفنس، وفي المحاضره كانت واضحه ان احنا اهم حاجه الكرات الثابته هيبقى ليها دور، والكرات العرضيه والتسديد. وبفضل الله احنا جبنا 3 اجوان منهم كورتين ثابتين، وهي الماتشات دي بتبقى صعبه، ويعني لسه عندنا فيه شويه اخطاء بنحاول نصلحها، بس اعتقد ان يعني المكسب مرضي جدا في التويده. وزي ما حضرتك قلت في نتائج ممكن تبقى فيها مفاجآت في الكاس، اللعيبه لعبت برجوله وخدت الماتش بجديه، مكسب كويس وان شاء الله نقدر نبني عليه الفتره اللي جايه يعني. الحمد لله رب العالمين. يعني الاولاد عندي صغيرين كلهم، يمكن واحد بس عنده 27 سنه، الباقي كله 2001 و2003 واربعه كمان، واحد 99 والباقي كله زي ما بقول لك 27 سنه واحد بس. طبعا فرق خبرات يعني، برضه جول في اول دقيقه خطا اكيد طبيعي يعني اي فرقه ما تقع يعني. فالحمد لله ان هي برضه الاوقات رغم يعني كنت انا خايف عليهم صراحه، رغم سورس احنا حاولنا نعدل في الطريقه شويه، بدل نلعب بثلاثه ماسكين لعبنا باثنين بس بعد الهدف. حاولنا ان يعني الاوقات برضه غصب عن يعني قدرات لسه ما فيش خبرات، والاهداف حتى اللي جت كلها ناس خبرات ويعني ثوابت وشغلنا عليهم والله ووريناهم، بس يعني لسه صغيرين يعني. ما برضه مع الضغط العصبي لو ان واحد انا قايل لهم والله هو الاداره كمان اتهم بالامانه يعني استاذ فايز استمتعوا، شيل الضغوط خالص من عليهم، كلنا شايلين ضغوط النهارده والله استمتع بالماتش، فنش موسم كويس، عملتوا حاجه كويسه طول الموسم، الناس كانت بتتكلم عليكم على سنكم الصغير. فالاهداف اللي جت وانا برضه بلعب في يوتشر يعني، كنت بتاع يوتشر طبعا نادي كبير ومدرب كبير، رابع الدوري السنه اللي فاتت، لسه خارج من الكونفدراليه قريب. فلما تلعب فرقه بالحجم ده والخبرات دي فرق كبير طبعا في الـ في الـ في الخبرات. فانا بهني لعيبتي برضه تاني وتالت ورابع، هيبقوا كويسين السنه الجايه، هيبقوا كويسين السنه اللي بعدها ان شاء الله، صغارين قدامهم المستقبل ليهم. الحمد لله على المكسب، وده مكان فيوتشر الطبيعي، وان شاء الله دي يكون خطوه لنا في بطوله كاس مصر، وان شاء الله يعني نقدر نحقق البطوله دي باذنك انت يا رب. طبعا ده شيء طبيعي، احنا كنا في اول السنه كمان ضغط الماتشات بس كانت علينا، وكنت فراريه والافريقيا وان احنا السفريات مع ضغط الدوري والكلام من ده، فاحنا يعني كنا كلاعيبه يعني كنا يعني كان عندنا حلم زياده، فمع تغييرات المدربين والكلام ده فاثر علينا شويه، بس الحمد لله يعني مع كابتن طلعت من ساعة ما جه وهو يعني اتعامل معنا نفسيا وتعامل معنا كويس، فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا نجمع نفسنا تاني وقدرنا ان احنا نبقى يعني تيم واحد زي الاول، والحمد لله ربنا كرمنا الفترة ديت، وان شاء الله يعني نقدر نحقق معاه بطولة باذنك انت يا رب.